لمناسبة الشهر الفضيل، أجرت قناة الANB المقابلة التالية مع أخصائية التغذية اللبنانية رنا حداد لتقديم نصائح صحية للصائمين. رنا اليوم كأخصائية غذائية، شو بتنصحي الصائم لحتى يخلص صوم رمضان الكريم بدون ما يكون أخذ عادات غذائية وصحية غير سليمة؟ أول شيء رمضان كريم لكل اللي عم يحضرونا. برمضان كتير مهم ننتبه على كيف نقضي هالشهر الكريم بالطريقة الغذائية، من الناحية الغذائية. فكتير مهم أنه نسمع نصايح الأخصائية التغذية، اللي هي أكتر حدا رح يقدر يساعدنا من ناحية الغذاء، لأنه الصيام عند المسلمين فترة طويلة وصيام صعب. بقى كل ما نسمع هالنصايح كل ما راح نقضي هالشهر بطريقه اهين، وحتى ما ناخذ وزن، وحتى للناس اللي بتحب تضعف تقدر كمان تضعف، يعني عكس ما بيفكروا بيقدروا يضعفوا بهالشهر. يعني انا بنصح برمضان انه نتجنب التالي، نتجنب الملح، لانه الملح بيساعد على حبس المي وبيعطش الصايم. ونحن بالعكس بدنا يعني فترة طويلة بلا مي، بدنا هالمي نحافظ عليها ما نخسرها لأنه قاعدين بلا مي. بنصحه يبتعد عن المعجنات والحلويات اللي هي كتير فيها فات وسكر من النشويات السهلة الهضم، سريعة الهضم، المنة مركبة، فجسمنا دغري بيحولها لفات وبيخزنها. شو أفضل مشروب مفروض يبلش فيه الصائم قبل ما ياخذ الفطور تبعه؟ وقت الفطور يلي هو تقريبا بسائب الساعة 8 إلى ربع، بيكون تقريبا وقت العشاء، يعني صوب الوقت مأخر، وكل نهار الصايم قاعد بلا أكل وبلا مي. بنصحه أكيد أول شيء يبلش بالسوائل. هلأ القمر الدين والجلاب والمشروبات المعروف عنا برمضان هي مشروبات كتير عالية بالسكر وبالكالوريز، فأكيد أنا بفضل أنه ما ياخدوهم. في alternative بيقدروا ياخدوا دايت درينكس موجودين بالسوق، أوكي، وإذا بتحبي فينا نسمي، وإلا فينا ما نسمي كمان، بس الناس بيعرفون هالدرينكس هن زيرو كالوريز وسويت، وعبارة عن مي محلية أو مي فيها طعمة، بيقدروا يبلشوا فيها الفطور. نرجع ناخد صحن سلاد صغير، نرجع مننقل على البلاشو المندش. أوكي، المندش بدنا ننتبه أنه يكون الكمية النشويات فيه كنترولد، يعني إذا أكلنا مثلا مغربية فينا ناكل دجاج قد ما بدنا، بس يكون عندنا المغربية مش أكثر من 1 كوب إذا فينا نشويات، صح، نزيد البروتين. إذا أكلنا مثلا رز على دجاج كمان ما يكون أكثر من نص كباية لثلاث أرباع كباية رز، وقد ما بدنا دجاج وصوص. إذا أكلنا مثلا بوري نص كباية ثلاث أرباع كباية بوري، بطاطا راس بطاطا كبير مثلا، بس أكيد دايما يكون مشوي مسلوق، ما ناكل مقالي. بين السمك والدجاج واللحمة بتشجعي أكثر شيء يكون على السفرة؟ السمك مرتين لثلاثة بالأسبوع، بيرجع للدجاج مرتين ثلاثة، واللحمة الحمراء مرة واحدة بالأسبوع. ناكل يعني حلويات ومعجنات باعتدال. أنا دايما بفرجي البورسيون للدسير، وفي يعني ناكل دسير برمضان عشرت ما يكون مقلي، والدسير يكون على طول قد ثلاث أصابع، إذا شايفة تقريبا هيدي الحجم، ثلاث أصابع من شو ما كان. شو بتقولي لست البيت يلي عم بتحضر مائدة كبيرة وأطباق كتيرة بتخلي الواحد ما يقتنع ياكل صحن صغير؟ كل ما منخفف الأصناف كل ما أحسن، لأنه إذا أكلنا لقمة واحدة من كل هالأصناف المتعددة بنقدر نتخطى 2000 كالوري. هيدي مشكلة الميزة اللبنانية، عرفت كيف؟ فأكيد بفضل أنه تعمل طبق واحد سلاد، طبق واحد شوربة، طبق رئيسي، وحلو او فواكه كمان بفضل ما يكونوا الاثنين، يا حلو يا فواكه، والمشروب الدايت بيمشي الحال. بالنسبه لك كاخصائيه غذائيه، كم وقع الصائم لازم ياخذ بالنهار؟ الغداء الفطور سوري، العشاء في بعد ساعتين من الافطار عشاء، وبيرجع عنا السحور صبح الساعه 4. اجمالا نحن قلنا بنبلش بالدايت درينك، بنرجع بناخذ السلاد، بنرجع بناخذ الطبق الرئيسي. على العشاء بعد ساعتين بناخد كباية شوربة أو كباية لبن، أوكي، هي كأنه سناك يعني نعتبره، يعني وقعة خفيفة، وقعة خفيفة مع الفواكه أو الحلو. أوكي.
اوكي بيرجع على السحور يعني لازم يكون خفيف. ليه؟ لانه بالليل بيبطئ الحرق، بيبطئ الميتابوليزم عند الانسان، وخاصه نحن بنكون نايمين. فبنقدر ناخذ وجبات صغيره مثل مثلا كاسه مهلبيه لايت، الفواكه المجففه سالتيني عنها، حبتين ثلاثه فواكه مجففه، حليب وكورن فليكس، حليب اكيد خالي من الدسم، كبايه لبن مع اثنين بسكوي لايت، ثلاثة توست محمصين مع لبنة أو جبنة. هيك أفكار سهلة، ست سبع حبات مكسرات نية مع ليمونة مثلا. هل تتوقع الصائم يقتنع أنه ياخد سحور خفيف؟ أنا بالعيادة بشوف كتير ناس بيقولوا لنا إحنا ممنوعة تناكل، يعني بين ممنوعة تناكل أو نوعة لناكل وجبة صغيرة. انا بحسها ممكن كثير انه يعملوا هالافورت وياكلوا هالسحور اللي عم بقول لهم عنه، بس اكيد الناس اللي بيوعوا بس بدهم ياكلوا كل يوم مناقيش وقصص دسمه مع الاصحاب وكنافه، اكيد هيدول بدهم يعملوا مجهود اكثر من غيرهم. الى جانب الغذاء رنا، شو بتعتقد الصائم لازم يمارس رياضات، وهل بيقدر الصائم يمارس رياضه ان كان قبل او بعد الفطور؟ بالنسبة للنشاط اللي عم تسألين عنه أو الحركة، أكيد بنصح الصائم إذا بده لازم يعني يحرك يكفي حياته برمضان حياة طبيعية، نمط عيش صحي. يعني إذا بده يمشي، لأنه أحسن شيء المشي، الرياضة هي اسمها مشي، المشي قبل الفطور بنصحه يمشي، بس أكيد مش بالهواء الطلق تحت الشمس القوية، يكون عم يمشي بأي سي كرمال ما يخسر المي اللي بجسمه، وبالبيت أو بالجيم بمطرح في هيك بنصحه يعمل 20-30 دقيقة مشي كل يوم. بالنسبة للناس اللي بيعملوا بادي بيلدينج أو ماسل تونينج، بنصحهم يكون بعد الصح، بنصحهم يكون بعد الإفطار بساعة ساعتين مش قبل، يكونوا أخذوا السكر اللازم ليعملوا صح والأنرجي والطاقة، وبيقدروا يعني يعملون على رواق يتسلوا فيهم. بس أكيد ضروري نضل عم نحرك، ما نقول إنه صايمين ما فينا نحرك، لا، كل شيء بالنظام وبالإرادة بنقدر نعمله. هيدا بالنسبة للطاقة، نعم. لحتى ما يعطشوا شو بتنصحيهم خاصة بالصيف؟ شو بتنصحيهم يبتعدوا عن أي نوع من المأكولات؟ كرمال ما يعطشوا بنصحهم يبتعدوا عن كل شيء فيه كافيين، يعني مشروبات غازية، قهوة، شاي، بتعرفي برمضان كثير بيشربوا شاي، كل شيء نسكافيه، كل شيء فيه كافيين. ليه؟ لأنه هن بيساعدوا على خروج المي من الجسم وبيعطشوا، ونحن بدنا نحافظ على المي بالجسم، بقى يخففوا قد ما فيهم من النشويات، من الكافيين. وبنصحهم كمان يبتعدوا عن الملح، لأنه مثل ما قلنا سبق وقلنا إنه الملح بيحبس المي وبيعطش.